بداياتي كانت بحس زي أي بدايات رياضي بالأردن، على وقتي ما كان في هذا الاهتمام بالرياضة، وأنا كبنت بدأت ألعب كرة قدم، ما كان في أندية، ما كان في أكاديميات، فكنت عادي في البيت مع يوسف أخوي، أبوي، أولاد العم، ويعني هذا الماكسيموم كان. بعدين لما بلشت دخلت في المدرسة كنت ألعب بالفرصة، بتلاقوني البنت الوحيدة بين 20 ولد. شافني أستاذ المدرسة، كنت صف رابع، ناداني على منتخب المدرسة، وكنت مع بنات صف 11 و12. هون بلشت أحس إنه عندي موهبة، قاعدة عم بلعب بنات أكبر مني، وكنت أفكر دائما أنا البنت الوحيدة بالأردن بتلعب كرة قدم. بعدين جيت تفاجأت بتمرين في بنات زي عم بلعبوا، وبلشت ضليت في المدرسة تقريبا لصف 11. بلشنا نسمع في أندية عم تتشكل، في اهتمام بكرة قدم النسوية، ورحت بلشت بداياتي كانت بنادي الأرثوذكسي، وكان بس نتجمع بالصيف نلعب ملعب، حتى سفلت كان نلعب بطولات، وهذا كان هذا الملعب اللي طلع كل هذا هذا اللي طلع السفلت. نجوم الأردن كلها أصلا. وبعدين كان في عنا أول دوري رسمي كان بسنة 2004، انتقلت لنادي شباب الأردن، بداياتي كانت هناك، وأول منتخب كان 2005، وبعدين بلشت مسيرتي بكرة القدم. يعني أكيد مسيرة رائعة وغنية عن التعريف، وفي محطات كانت هيك يعني عن جد مؤثرة بحياتك وبطولات، شو أكثر هيك عن جد بطولة مؤثرة ومحطة كانت عن جد بحياة ستيفاني؟ هلأ بقدر أقول لك أول محطة قبل ما أبلش ألعب، اللي هي لبست أواعي المنتخب ومثلت وقفت بالسلام الملكي، هاي بالنسبة لي كان حلم، دائما اطلع على التلفزيون اشوف منتخب الشباب، اشوفهم لابسين الاواعي، احكي لابوي انه نفسي يوم اوقف نفس ما بوقفوا البس هاي بلوزه المنتخب مثل الاردن. فهي بقدر اقول لك هاي اول محطه بالنسبه لي انه حققت هذا الحلم. اول محطه، وبقدر اقول لك اكثر محطه كان فيها انجاز بالنسبه لي انا كشخص، اللي هي احترافي باوروبا. كنت اول لاعبه بحترف باوروبا، وكان برضه حلم لي، وكنت دائما احكي مع ابوي احسه يعني ما بقول لي انه والله شيء، لا عم تحلم شيء كثير كبير يعني، وخصوصا انه ما عندنا كره قدم نسويه كان بالاردن، وما كنت احس انه الحلم كبير علي، كنت احس خلص يعني بحلم وبدي اشتغل هذا الموضوع، بدي اصير لاعبه كره قدم، بدي اطلع احترف. فبال2010 طلعت احترفت بالدنمارك، وهاي بالنسبه لي كانت يعني اعظم محطه في كل يعني مسيرتي. وبطوله اكيد بقدر اقول لك هي تحقيقنا لاول بطوله ابطال العرب، اللي هي كانت بال2010 كانت بمصر، وسوري بالبحرين، وتأهلنا لأول مرة لنهائيات آسيا. حلو. تعرفي شو الحلو بحديثك ستيفاني توم، أنت عم تحكي إنه أهلك ضلهم وراكي، يعني الوالد أو أخوك يوسف، طبعاً مجرد تحية الكابتن يوسف النبر، ضلهم هن وراكي وعم بشجعوك لحتى تحقق حلمك بهذا الموضوع. بدي تحكي لي ستيفاني عن أغلى هدف حققتيه بحياتك، هيك له معزة خاصة بقلبك، وأحلى مباراة خطيها خلال كل مسيرتك. بجوز هلا ذكرت البطولة العربية اللي كانت في البحرين، لعبنا النهائي مع منتخب مصر، وكان التعادل تقريبا للدقيقة 79-80، وجبت جول الفوز. بقدر لكم هذا بجوز مش أحلى جول بجيبه، بس أغلى جول، لأنه أخذنا بطولة وبطولة عربية، وكان كتير مهم بالنسبة لنا. وهدف تاني كان لما صدفنا تصفيات آسيا، وكنا لعبنا المباراة مع أوزبكستان، وبحياتنا ما فزنا عليهم، فزنا عليهم 4-0 بهاي المباراة، وكان في جمهور، وكنا مبسوطين إنه في ناس عم تدعمنا وفي جمهور صار يجي يحضرنا، وجبت الجول الثالث، حتى مش الأول ولا الثاني، بس قدم المباراة كانت مهمة، وكان أول إنجاز ما كان يعني عاملينه من قبل، هو تأهل لنهاية آسيا. فبقدر لك هذا بجوز من أغلى الأهداف بحياتي. يعني كثير ذكرتي موضوع أنه ما في كرة نسائية، كنت طالع عن جد مفكرة حالك الوحيدة، ففي كثير دائما بنحكي صعوبات وتحديات بتواجهها اللاعب الأردني، شو هي عن جد الصعوبات والتحديات اللي بتصير مع أي لاعب أردني حاليا وفي الزمن السابق؟ خلينا نحكي كمان هلأ بقدر أرجع لك إحنا بوقتنا، وكيف مزبوط كان في عنا معاناة كثيرة، بس هلأ كثير الأمور عم تتحسن. بالبداية هي أنه عاداتنا وتقاليدنا، وبنت مش إشي يعني متعارف عليه إنه بنت تلعب كرة قدم. ما كان في أندية، ما كنا منفتحين، ما في هلأ السوشيال ميديا، ما في كان ينبث مباريات على التلفزيون، فكان عندنا شوي معاناة إنه الكلام اللي كنا نسمعه بنات وشو بلعبكم وهاي لعبة شباب وهيك، فكان عندنا حافز، وزي أقول لك يعني كان كنا نحط مجهود زيادة إنه بدنا نثبت حالنا ونفرج إن بنت قادر تلعب. يعني كانت مشكلتهم إنه كيف بدهم يلعبوا ملعب 11 كبير، كيف بدهم يكملوا 90 دقيقة؟ فوجودنا والإنجازات اللي حققوها المنتخب النسوي أيام جيلي
هي من وراء هذا الكلام، من وراء من نثبت حالنا ونفرج الناس ان احنا قادرين وبنقدر ننجز وبنقدر نثبت حالنا وبنقدر نبين، بنقدر نمثل الوطن احسن تمثيل. والحمد لله من انجازاتنا هذا الكلام كله خف. اكيد دعم اهلنا كثير مهم، احنا البنات بين بعض كان عندنا كثير تحدي، فوجودنا 30 بنت مع بعض خلص هدفنا واحد، ما كنا نسال باي شيء حوالينا، بدنا نلعب وبدنا نمارس هاي اللعبه اللي احنا بنحبها وشغفنا فيها، ما كان يهمنا هذا الموضوع. مجتمعنا كان مش متقبل الفكره، بس الحمد لله سنه على سنه لما صرنا نعمل انجازات الناس صارت تحكي والله بيلعبوا، والله حققوا انجاز، تصنيفنا كان ممتاز، طلعنا نهائيات اسيا، حققنا البطوله العربيه غرب اسيا 5 مرات، فيعني انجازاتنا خلت هذا الشيء. واكيد ما كان في اهتمام بالرياضه، يعني لو نرجع لورا ما كان في انديه، ما كان في منتخبات، ما كان في هالامور كلياتها، حتى الاتحاد الانديه هلا بتيجي بتطلع بتلاقي صار متوفر هالشيء، كل مكان في ملاعب، البنت من عمرها 5 سنين بتقدر تمارس هاي اللعبه، الاهل صاروا يجي يدعموا، خصوصا بعد استضافتنا لكاس العالم تحت 17 سنه شافوا الاهالي انه لا بنقدر جمهور يجي وفي جو عائلي، بناتنا بيقدر في مستقبل للرياضه هلا بالبلد وبرا البلد. صارت الرياضه مش بس يحكوا لبنته بدك تطلع دكتور بدك تطلع مهندس، لا صارت الرياضه هلا اساس، والكل عم بتفش اولاده انه خصوصا لما يشوفوا في عنده موهبه او يصير عنده هو شاب او بنت عندهم هاي الموهبه لا يتفشوهم، لا رياضه مهمه، كره القدم مهمه، والرياضه كثير يعني مهمه. الانجازات سهلت هذا الموضوع انه عن جد روح امشي بالرياضه هلا الامور يعني الموجود هلا يا ريت كان على وقتنا. يا ريت. طب الكابتن ستيفاني النبر كيف ساهمت انها تطور الكره النسويه بالاردن مع كل هاي المشاكل اللي كنتوا تواجهوها وانتم عم تلعبوا لحتى تثبتوا حالكم؟ انت كستيفاني كيف ساهمت؟ بجوز المثابره اصراري اني بدي اكمل حتى مع كل الناس شو عم تحكي، حتى مع نحكي الشغلات المتوفره لنا كانت كثير قليله للواحد يقدر ينجز، للواحد يقدر يمارس الشيء اللي بحبه او يقدر يسوي إشي كثير كبير بشغلات كثير بسيطة كانت موجودة عندنا. بجوز إصرارنا إنجازاتنا اللي كانت موجودة، حبي للعبة، وهلأ خصوصا هلأ إصراري إني أقدر أأمن للأجيال الطالعة اللي ما كان موجود عندنا، لأنه إحنا عشنا هذا الإشي وشفنا قديه عانينا وشفنا قديه كان شغلات مش مأمنة لإلنا. فهلأ قاعدين إحنا خصوصا الجيل اللي بلش معاي عم نحاول نأمن للبنات اللي عم بيطلعوا هلا، عم تسهل لهم الطريق، نسهل لهم الطريق. هي هيك الحياه، اللي دائما بكون ناقصك شيء بتروح بدك تعطيه للي بعدك وهكذا. صح. بس خلينا نحكي من لاعبه وحاصل على شهاده الاي التدريب واليوم بتشتغلي بالاتحاد الاردني، كيف انتقلت بهاي الخطوات؟ هلا احكي لك، انا يعني بصدفه انه صرت عضو بالمجلس اداره الاتحاد الاردني لكره القدم كنت لساتني بلعب. كانت بال 2018 كان حتى بالنهائيات آسيا، وعرفت إنه بدي راح أكون عضو في الهيئة التنفيذية لاتحاد أردن كرة القدم. وكنت أنا أصلاً بلشت بهداك الوقت عم بفكر بالاعتزال، وبالنسبة لي هذا الموضوع كان جداً حساس، وبحياتي ما كنت بفكر باللحظة أو متخيل اللحظة اللي راح أوقف ألعب فيها كرة قدم. فكان عندي الموضوع صعب إنه بس أوقف لعب إيش بدي أعمل بحياتي؟ كل حياتي كانت كرة قدم متوحرة حول كرة القدم، طبعاً دراستي، أهلي، كل شيء خلص كان عندي إشي أولوية كرة القدم. فإجا هذا الموضوع فصفيت عم بلعب، وبنفس الوقت صرت بالاتحاد باللجنة النسوية، بلشنا شوي نشتغل على موضوع كرة القدم بالأردن، بلشت شوي أحس إنه لا بقدر هلأ أترك لعب، صرت جاهزة، في إشي أهم بقدر أعمله كستيفاني غير إنها لاعب، إنها تقدر تعمل إشي لسه أكبر إني أكون بهذا المناصب في الاتحاد الأردني. والحمد لله وجود هذا الموضوع سهل لي إني أقدر أعتزل اللعب. يعني حلو. طب آخر سؤال ستيفاني، شو بتحسي بنقص منتخبنا لحتى يصير مستوى أحسن، خلينا نحكي كصعيد القارة الآسيوية أو الصعيد العالمي، إيش بنقصنا حتى نحن نثبت حالنا بشكل أفضل؟ بنقصنا كتير، مش كمواهب، صدقوني بالبلد في مواهب إن كان شباب أو بنات، عندنا مواهب كتيرة. يعني بتلاقي في بنات كتير موهوبات لو مسلط الضوء عليهم صدقوني في كتير بنات بيقدروا وبيستحقوا يطلعوا ويلعبوا بأوروبا. عندنا البنية التحتية، كان عندنا مشاكل، ما كان في دوريات، عدد البنات قليل، حتى البنات مثلا الحكمات هلا لو بنيجي نطلع على عدد البنات من لما بلشنا هلا 4 أضعاف، الحكمات زادوا، المراقبات المباريات، الكوادر النسائيه عم بتزيد، بدها اهتمام اكثر، بدها
بكل حدا مسؤول بالبلد عن جد بناشده انه يدعموا الرياضه، لانه الرياضه كثير مهمه والرياضه بتبعد عن كثير امور، وجد بناتنا وشبابنا قادرين. استثمروا بالشباب عن جد، لانه نحتاج شوي دعم زياده، لانه قاعدين عم نعطي حسب ايش الموجود. دعم زياده رح يقدروا البنات يتدربوا اكثر، يستثمروا اكثر في حالهم، واحنا نستثمر فيهم، لانه لحد هلا بتلاقي لسه لعبه الرياضه او كره القدم هي زي عم بيعتبروها زي نحكي تسلاي. لهلا البنات لسه بيشتغلوا، الشباب لسه عم بيشتغلوا، لانه مش كفايه يكون بس لاعب كره قدم. اللحظه اللي بيصير كره القدم هي مهنه، هون الوقت اللي رح نبلش نشوف الانجازات نتطور اكثر. نعم. يعني ما شاء الله انت بتحكي مع كل هاي الصعوبات، بس ما شاء الله الانجازات يعني كبيره، وخمس مرات غرب اسيا، فممكن اهتمام اكثر ان شاء الله انجازات تكون اكبر واكبر. صح. بس هيك بدي اسالك سؤال سريعا، انت ويوسف من نفس البيت، مين بلش يلعب فيكم كره اكثر؟ مين بلش، مين شد الثاني انه اه تعال. يعني شوف، يوسف اصغر مني بسنتين، وصراحه وجوده معي بالبيت وكونه اصغر مني هو اللي خلاني جد اوصل عن جد، لانه حتى اختي الكبير كانت اكبر مني، بس توجهها كان شيء ثاني، وما كنت كثير مهتمه بالالعاب اللي بتلعبها، كنت دائما انه يوسف وطابه وكره قدم. وصراحه ابوي يعني كنت اصحى بنص الليل اشوفه خلص صوت المباريات شغال، حببني باللعب، اجي ناديني اقعد جنبه، طبعا بدون ما امي تعرف لانه لازم اقعد جنبه احضر مباريات. فجو البيت كثير ساعد، وجود يوسف معي احنا الاثنين قدرنا نساعد بعض انه نوصل اللاعبين اللي احنا كنا فيه. حلو كثير، حلو كثير. شكرا كثير استفني على وجودك معنا اليوم بكرفان، بتمنى لك كل التوفيق.